أعلنت إنستغرام أن عدد مستخدميها تخطى عتبة المليار مستخدم نشط في إنجاز يعكس الإقبال المتزايد على شبكة التواصل الاجتماعي التي تركز على مشاركة الصور والفيديو. وأتى الإعلان عن هذا الإنجاز خلال فعالية نظمها رئيس الشركة، كشف خلالها النقابة أيضا عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق المحترفين نشر مقاطع فيديو طويلة يمكن أن تصل مدة الواحد منها إلى الساعة.